Okay, how many apples do you have? Two. Yes, Eunice, how many bananas?
مش مش لطيفة يعني adjectives cannot be put in the plural for it. اوكي عجبني قوي كمان ال TPR اللي انت عملتيه ال total physical response انه الولاد بدأوا يتحركوا بنهاية السيشن. مستوى الكرياتيفيتي كان عندي بس في تعليق بسيط. انا كان نفسي ان الكرياتيفيتي لو احنا مش عندنا التكنولوجي او مش عندنا الويز نعمل بيها كرياتيف مود في الاستوديو فممكن نخلي الاطفال هم اللي يعملوا ده مثلا سي مثلا حضرتك بدل ما احنا قاعدين هم كانوا قاعدين مكانهم وحضرتك بتجيبي الاي والان وانت اللي تلزقيها حتى يعني حتى ما خليناش عشان الوقت احنا كنا ممكن نعملها في صوره ان في حاجه موجود تريجر موجود هم بيدوروا عليه اي حاجه يعني احنا كان لازم نعمل افكار وكمان الاولاد من اول ما بداوا الكلاس هم بداوا في معلومات كان المفروض يخشوا في اكتيفيتي يعني احنا يا اكتيفيتي هم يحركوهم هم ما شاء الله شكلهم اشقياء اكتيف جدا عشان كده في واحد وقع مننا خالص فاقصد ليفل اكتيف الكرياتيفيتي كان محتاج شويه احسن من كده كان محتاج لو انا ما عنديش تولز اخلي الاطفال يبقوا معايا انجيجد معايا ويبقوا هم الكرياتيف زون بتاعتي بس ده ببساطه شكرا لكن توتالي شكرا ليك شكرا شمس دكتوره هناء عاوزك تحلل لنا الليرنينج اوتكم والاسسمنت اللي هي عملته النهارده ان هي طول الوقت كانت بتعمل فورماتيف اسسمنت اها تمام الحقيقه اولا اشكرك على مجهودك واشكرك على كم الاكتيفيتيز انا من عشاق ومؤيدين الهاندز اون اكتيفيتيز يعني مهما كانت التكنولوجيا طفوا لو طفوا علينا النور النهارده احنا الناس بنعرف نشتغل فبرافو عليك دي اول حاجه احنا زي ما بنقول دايما احنا الاسسمنت مربوط بالايه بالاوبجكتيفز انت كان عندك حاجتين يعرفوا يحددوا اذا كانت الحاجه دي سنجلر اور بلورال الحاجه الثانيه هيحطوا ايه اور ان الحقيقه انا عجبني جدا انك انت ما نقلتيش للهدف الثاني غير لما تاكدتي ان الاولاني تحقق عملت ده ازاي عملت اسسمنت سالت ده ايه سنجلر ده ايه بلورال ده ايه سنجلر وتاكدتي من ده حاجه عجبتني كمان ونقولها لسه فاكراها ان فهي نجحت خلاص انت كده نجحتي شطوره نبدا بقى في التقييم خلاص من 15 عندنا خمس معايير رقم واحد كرياتيفيتي كام من 15 يا دكتوره 11 10 طيب الميثودولوجي طرق التدريس النهارده او المنهجيه اللي استخدمتها 12 اوكي 12 ستراكشر والستبس والخطوات بتاع الحصه 13 11 طيب الستودنتس انجيجمنت هل الطلاب كلهم كانوا منشغلين 12. وكانوا بيزي 12 10 11 yeah. وليرنينج اوتكم والاسسمنت هل في تعلم حصل النهارده ولا لا 13 طيب درجات جميله وتستاهليها وتستاهلي اكتر وانا يعني لازم تبقى فخوره بنفسك على وقفتك هنا
happens? Let me tell you a story about two best friends, Even Steven and Odd Todd. Even Steven loved even numbers. He think they are so neat and organized. On the other hand, Odd Todd has a special fondness for numbers because he finds them unique and interesting. Even Steven and Odd Todd respected each other's love for numbers. Now we have a problem, and we need your help, friends. Can you help them find their numbers? Okay. No, not even still here. Perfect, awesome. You are very smart. Our number zero is here. Perfect, give me 5.
حصل النهارده في الحصه. اوكي بصي، اولا انا بحييكي على كميه الافكار اللي احنا شفناها وكميه الافكار اللي هتزيد يعني تفيدي بيها زمايلك. في حاجه بس عايزه اقولها في البدايه، اتد اند ايفن ستيفن
Sure. Creativity. Thank you. 14. 10. 10. لا 14. 14. في تباين في الدرجات المرة دي. الميثودولوجي. طرق التدريس والمجال اللي استخدمه. 12. 10. 10. 9. 9. الستركتشر. الستبس اللي استخدمتها النهاردة. 11. 11. 11. 12. 12. Students engagement. 13. 13. 12. 12. 13. 13. وهل حصل النهاردة تعلم ولا لا؟ learning outcome and assessment. 13. 13. 12. 12. 13. 13. ما شاء الله درجات كويسة جدا جدا إلا في حتة صغيرة جدا جدا. إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. زي ما شفت حضراتكم كانت حصة math رائعة شيقة.
درجات بسرعة creativity 11 7 12 تباين وجهات نظر. المهندس احمد زكي يعني يعني هو تيتشر ميثودولوجي 11 10 ستودنتس انجيجمنت 10 هنقلل بس كلامنا وان شاء الله كله يبقى تمام. learning outcome والاسسمنت learning outcomes 10 11 طبعا في درجات حلوه يعني يس درجات حلوه structure 11 10 10 11 11. طيب دي كانت الدرجات حلوه مش وحشه خالص ولسه عندنا كمان 25 درجه من لجنه التحكيم.